cardiac disease during the pregnancy. Cardiac disease during the pregnancy. حضرتك قصة جميلة جدا عن cardiac disease ده حصلت معايا شخصيا. عيانة جاية لي تمام في المستشفى فتحة 7-8 سنتي والعيانة مش قادرة تاخد نفسها في بطنها. ملك يا ست في ايه؟ ده انا عندي القلب. ده بجد والله عندي القلب. تمام؟ طب جميل. المهم العيانة بفحصها لقيتها 7 سنتي كلام جميل جدا. قعدتها في سيمي سيتنج بوزيشن. اديتها ماسك اكسجين واديتها انالجيزك بسيطة تمام؟ وخدي نفسك كده يا مدام وان شاء الله خير باذن الله. المهم شوية مفيش نص ساعة العيانة بقت فولي. ان شاء الله. تمام؟ ليه بقت فولي؟ عندك إديمة، إديمة كويسة جدا. بيبي صغير في الحجم اللي فيه بلاسنتا ما بتصفيش اصل عند القلب اصلا مش قادر يجيب بلاد سبلاي فبيبي صغير ايو جي ار تمام مع ان الام قلت لك في ديما وفي بول هيدرانوس اصلا من الحاجات اللي بتعمل بول هيدرانوس يعني في الجيرماز بيديما فبول هيدرانوس تمام الدنيا فتحت بسرعه دخلت العيانه ما تحسهاش انا والله كلمك عشان ايه احسن مفيش حاجه المهم ايه ابشرت الممبرين اهو بالعين نزل انت كويسه مدام الحمد لله زي الفل تمام فنزل البلاسنتا انت كويسه مدام شكرا شوف ولا يا مدام يا مدام راحت المدام مدام بالمايك الواد عش الواد كمل ايه اللي حصل؟ يا عم الواد تمام ايه اللي حصل؟ وانس ان البلاسنتا فصلت البلاسنتا دي كانت واخده بلاد سبلاي كتيرة 500 مللي خلاص في الدقيقه 500 مللي فجاه اول ما البلاسنتا فصلت رجع ال 500 مللي للجنرال سيركيليشن بتاعت الام تاني حصل زياده في درجه العيان وماتت العيان مدام ماتت مش عارف اسمها ماتت العيان ليه؟ افهم من كده ان اكتر وقت ممكن يحصل فيه القصه دي تمام في الثيرد ستيج فين هو الماكسيموم اصلا زياده في الكارديك اوت بوت بتحصل من 28 ل 34 تمام بس اخطر مرحله اخطر مرحله هي الدليفري بعد الدليفري بتاع الفيس يعني ما تفتكرش ان العيانه بعد ما البيبي نزل يبقى كده خلاص لا ده البلاسينتا ممكن البلاسينتا وهي بتنزل كل البلاد يرجع تاني استكميليشن اوفر لود عادي. انا عندي كارديك ديزيز بريجنسي في منه كونجينيتال وفي منه بلاس روماتيك تمام؟ كونجينيتال قليل جدا خلاص 6% ولا حاجه في مايتر استينوزيس روماتيك مايتر استينوزيس اورتيك استينوزيس تمام؟ المايتر استينوزيس ده موست كومن كارديك ديزيز بيحصل ديورنج بريجنسي عندي ستيجز تمام ليه الهارت فيلير او الكارديك ديزيز دورينج بريجنسي 1 2 3 4 اللي عامل الكلاسيفيكيشن ده النيو يورك هارت اسوسيشن تمام هي اللي عامله الكلاسيفيكيشن ده قال لك ستيج 1 في اورجانيك هارت ديزيز اورجانيك هارت ديزيز بس ما فيش اي سيمتومز يعني في اورجانيك هارت ديزيز موجود في مايكرو سيروز في هارت كونفيرج بس في حاجه موجوده بس بدون سيمتومز هنا في بس في مايل ليميتيشن دي الحركه بتاعت البيبي دي الحركه بتاعت الام في مايل ليميتيشن للام تمام الام تيجي تعمل زياده شويه تلاقي ابتدى ايه خلاص كارديك كوربوت فيه مشكله او العيانه دي فيها مشكله هنا ستيج 3 في منه اي وبي في ماركت خلاص او مودريت الاول ليميتيشن وفي ماركت ليميتيشن الاكتيفيتي بتاعت الام هنا في ديزنيا ات ريست يبقى اكوردنج نيويورك هارت اسوسيشن قسمنا الهارت ديزيز ستيج 1 2 و3 و4 ستيج 1 في اورجانيك هارت ديزيز ستيج 2 في مايلد ليميتيشن ستيج 3 في مودل ماركت ليميتيشن للاكتيفيتي ستيج 4 ديزنيا اس ريست انا وهي قاعده كده هل ستيج 3 و4 دول دي كومبنسيشن خلاص مش الجسم مش قادر يتاقلم عليهم فدي دي كومبنسيشن لهارت فيلر لكن الاثنين في الاول دول بيبقوا كومبنسيتد والعيانه بتمشي بيهم عادي مفيش اي مشكله خالص. هو ايه التشينجز اللي بتحصل ديورنج بريجنسي للهارت؟ ايه الفيستيولوجيكال تشينجز اللي بتحصل ديورنج بريجنسي للهارت؟ قال لك والله بيزيد الكارديك اوت بوت. بيزيد الكارديك اوت بوت من 30 ل 50%. وبيزيد الهارت ريت بتاع العيانه، من الهارت ريت بتاعت العيانه، الهارت ريت بتاع العيانه بيزيد من 10 ل 15 بيت بير مينيت.
فطبيعي ان انت تلاقي العرض بتاع على 90 135، تمام؟ ده طبيعي اصلا نتيجه زياده انتقال الكارديال كود ده في السيولوجيكال ديورنج بريجننسي. يبقى في السيولوجيكال ديورنج بريجننسي بيزيد اصلا الكارديال كود بتاع خلاص العيانه من 30 ل 50%. الماكسيمم انكريزنج في الكارديال كود قلت لك من 28 ل 34 اسبوع، من 28 ل 34 اسبوع. فغالبا لو حصل كومبليكيشن من الست دي ديورنج بريجننسي بيحصل في الفتره دي، لو حصل ديورنج بريجننسي. ايه كمان؟ البيبي خلاص اليوترس مع البيبي برضه يحصل شيفت خلاص للايبكس بتاع الهارت، او الهارت من اس من 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 ريب 5 ل 4 خلاص بيحصل شيفت للايبكس بتاعت الهارت. بيبتدي يظهر للام دي سيستوليك ميرمر، ده طبيعي جدا ان هو يبان خلاص سوفت سيستوليك ميرمر بيبان. يبتدي يحصل سبليتنج خلاص للفيرست هارت ساوند، ويبتدي يحصل ابييرنس للثيرد هارت ساوند، كل ده فيسيولوجيكال ده نورمال، تمام؟ يبقى انت لو جالك الهارت سيت بريجنس عايز تاخد درجه كويسه اكتب كده رقم واحد فيسيولوجيكال تشينجز دورينج بريجنسي في الهارت ديزيز. اكتب والله ان الهارت نفسه يزيد الكارديك اوت بوت كاسب يحصل او يبان سوفت سيستوليك ميرمر، ده طبيعي جدا انه يبان. ممكن يبان دايستوليك ميرمر بس لازم تعمل اكسكلود ان في باثولوجي، دايستوليك ميرمر بس اكسكلود ان في باثولوجي. بيحصل ابيرنس سليتنج ريليز للفيرست وبيحصل تمام ابيرنس اوف ثيرد هارت ساوند، تمام؟ كل ده طبيعي. بالنسبه للبلد بيزيد الاي اس ار وبيزيد الفايبرينوجين وبيزيد الكلودنج فاكتور، وطبيعي ان بيحصل ديورنج بريجنسي مايلد ليكوسايتوزيس. يبقى نورمالي بيزيد الاي اس ار نتيجه زياده الفايبرينوجين، الكلودنج فاكتور بيزيد وبيحصل مايلد ليكوسايتوزيس. امال الايه اللي بيقل؟ اللي بيقل البليتلت، البليتلت بيقل، الفايبرينوليتيك سيستم بيقل، يبقى بيزيد الاي اس ار، بيزيد الفايبرينوجين، بيزيد الكلودنج فاكتور، بيزيد الليكوسايتوزيس، بيقل البليتلت والفايبرينوليت. خلاص كمان ان الار بي سيز بتزيد والبلازما بتزيد. الار بي سيز بتزيد من 20 ل 30% والبلازما بتزيد من 30 ل 50%. فبيحصل لي هيمو دايليوشن وبيحصل لي فيسيولوجيكال انيميا. يبقى طبيعي كمان ان ديورنج البريجنسي بيحصل فيسيولوجيكال انيميا نتيجه زياده البلازما من 30 ل 50% وزياده الار بي سيز من 20 ل 30. يبقى انا لو جالي كارديك ديز ديورنج بريجنسي لازم اكتب الاول الفيسيولوجي اللي بيحصل ديورنج بريجنسي ايه في الهارت، تمام؟ وبعد كده ابتدي اتكلم عن الموضوع ده. يبقى انا عرفت الكلاسيفيكيشن وبعد كده دخلت على الفيسيولوجيكال تشينج ديورنج بريجنسي اللي بتحصل، كل ده فيسيولوجي بيحصل ديورنج بريجنسي، تمام؟ اللي هي للهارت والبلد. جميل جدا. ايه الايفكت بتاع البريجننسي على الهارت؟ وايه الايفكت بتاع الهارت على البريجننسي؟ ايه الايفكت؟ ده الكلام اللي بيجي في الامتحان ده. ايه الايفكت بتاع البريجننسي على الهارت ديزيز والعكس؟ ايه الايفكت بتاع البريجنس على الهارت؟ واحد بيحصل اريثميا، اثنين بكتيريال اندوكاردايتس، ثلاثه بيزيد الانسنس اوسانوسس، اربعه دي كومبنسيشن. يقول لك العيانه بتخرج تدخل الحمل، طيب كلاسيفيكيشن 2 تخرج سليم، تدخل سليم تطلع فوق، تمام؟ طب ليه؟ نتيجه زياده الكاردياك اوتبوت اللي بيحصل فبيزود الاوفر لود على الهارت، تمام؟ يبقى ديورنج بريجنسي during labor، تمام؟ during pregnancy يزيد الكارديو اوتبوت، during labor نتيجه الترين كونتراكشن فبيزيد الكارديو اوتبوت،
بعد الدليفري الشيفت بتاع البلاد تاني للماتيريال سيركيوليشن، ده كل ده ممكن يعمل ديكومبنسيشن. اربعه بيزود الانسس بتاع الامبوليزم طبعا، لان بيزيد البروتيك فاكتور خلاص، وايه بيقل الفايبروتيك سيستم فبيزيد الانسس بتاع الامبوليزم. يبقى ده الايفكت بتاع البريجننسي على هارت ديزيز، اريزميا خلاص، بكتيريا اندوكاردايتس، سيانوزيس، ديكومبنسيشن وامبوليزم. بالعكس ايه الايفكت بتاع الهارت على البريجننسي؟ والله انا قلت لك بالنسبه للبيبي، بالنسبه للبيبي هيحصل اي جي ار، بيبي عايز بريتر وليبر، هيحصل كل هايبرولس، ممكن يحصل انترا دراين فيتال ديس. الولاده بتاعت البيبي ده بيبقى سهله جدا على فكره، سيرفكس ادينيتس بيفتح بسرعه، ما هو دي يعني رايبلين، سيرفكس ادينيتس مع بيبي صغير تلاقي العينه بص 2 سم بدل بعد 10 سم. ليه؟ بيبي صغير مع سيرفكس ادينيتس مع كل هايبرولس تلاقي الدنيا تمام. فالبيبي بيحصل له اي جهار ممكن ليبر كل هيبرامس انت شايف فيه تنس، كل دي الافكت بتاع الهارت على البريجنس، الافكت بتاع الهارت على البريجنس. ازاي اعمل مانجمنت للقصه دي؟ ازاي واحده جايه لي فيها هارت ديزيز والبريجنسي اعمل لها مانجمنت؟ قال لك بص، رقم واحد بري كونسبشنال كير زي بتاعت الايه؟ زي بتاعت الدايابيتس بالظبط، زي بتاعت الدايابيتس اهو، ثلاث كلمات انتي نيتال انترو نيتال وادي الولاده وبوست. والانترا نيتال هتولد امتى؟ وهتولد ازاي؟ ماجورنال والميسيزيريا. وانتي نيتال يساوي الانتي نيتال كير الاسكيما بتاعتي. طيب بري كونسبشنال كير يا ستي ما تحمليش وما تستنجيش ثلاثة وأربعة. والنبي الله يستر معاك ما تحمليش وأنت مأمورة بالهايبر تنشن أو عندك أورتيك ستينوزيس. تمام؟ ما تحمليش وأنت عندك أيزنمنتر. تمام؟ سندروم. تمام؟ ما تحمليش وأنت عندك مارفان سندروم. تمام؟ يبقى أنت بتعمل بوستبون البريجنسي لو هي ستيج ثلاثة وأربعة عندها أيزنمنتر عندها هايبر فالمورة هايبر تنشن عندها مارفان سندروم، كل دي حاجات أصلاً تمام؟ بيكونترا إنديكيت إن العينة دي تحمل فيها غير لما أظبط الدنيا. طيب في الانتي نيتال كير نفس القصة، هتروح لسبيشاليز انتي نيتال كير كلينيك، ادي واحد، اثنين هيبقى دبل الفيزيت، ثلاثة عشان اعمل ايرلي ديتكشن للكومبليكيشن وايرلي مانجمنت. طب هعمل ايه؟ هدي العينة دي ايه؟ تدي العينة دي بنسلم ليه؟ عشان لسه قايل لك ان البريجنسي ممكن يزود الانسا بتاع البكتيريا اندوكايدايتس. تمام؟ تدي مليون خلاص واحده في الشهر، يعني تدي عيب الحمره كل شهر. في كتب كاتبه ما تديش، ما تديش بروفلاكتيك بنسيت، بس كتب عندهم كاتبه كده. تمام؟ بتدي ديجيتاليز دايوريتكس امينو فيلمنت كانتيني، وتتابع العينه بالاي سي جي والايكو والاكس راي. تمام؟ بالنسبه للايه؟ بالنسبه للعينه دي. يبقى الانتي نيتال، انتي نيتال كير، انتي نيتال كير خلاص، بدي العينه دي لونج اكتنج بنسلين علشان الافكتيف اندوكارديتس، فيش دارس بايوتكس وامانو فيلن خلاص، واتابعها بالاي سي جي والايكو. والسيمبتومز طبعا بتاعتها. طيب حولتها امتى وازاي؟ حولتها امتى؟ لو هي تايب 1 حوالتها ايه؟ تايم اوف ديليفري عادي خالص. يبقى واحد التايم اوف ديليفري. الستيج التين تمام؟ اول ما توصل للفول تيرم اعمل ترمينيشن، يعني غالبا الستيج واحد واثنين تايب 1 لان هما الاثنين دي كومبنسيشن. تمام؟ دي كومبنسيشن. تمام؟ الستيج 3 و4 دي ضايعه بقى. قال لك الستيج 3 لو هي كومبليت هير فاميلي اعمل ترمينيشن، لان كل ما هتقعد اكتر كل ما الدنيا هتبوظ اكتر. طب نوت كومبليت هير فاميلي وعايزه تكمل الحمل ده احجزها عندك في المستشفى. يبقى ستيج واحد واثنين هتولدهم غالبا على التايم اوف ديليفري. ليه؟ الدنيا ما فيهاش مشاكل وممكن بسيط ما فيش مشكله. طيب ستيج ثلاثه، ستيج ثلاثه لو هي كومبليت هير فاميلي اعمل ترمينيشن. طيب نوت كومبليت هير فاميلي احجزها معاك في المستشفى. طب ستيج اربعه اول ما تكتشفوا ترمينيشن، بس يا رب تعرف تعملها ترمينيشن، يا رب تعرف تعملها. ده بيقول لك في البري كونسبشنال كير لو واحده بريجننت وهي ستيج 4 من الاول اعمل لها ترمينيشن من بدري خالص.
التمريشن من بدري اسهل، لكن لما هتاخرها بقى وبيبي ودليفري وكونتراكشن والكلام ده كله ده غلط عليها. هو انا الستات اللي هي وهي داخله بيها ولا بعد ما هي داخله بيها، هي في الحمل، هي تخرج من الحمل بزياده، بس هي في البريد نفسها زي ما كانت داخله. طيب حوالينا فاجينا للسرير، والله حسب، لا حسب، ده بالعكس ده الولاده الفاجينا بالنسبه للعيال دي جدا جدا، بس خليها ما تحساش قوي، دي كل الفكره. بس امتى ولدها سكشن غصب عني؟ في الحاجات اللي انا قلت لك عليها كونترا انديكيت انها تهمل. في سترينج 3 و4 لان العيانه دي ما فيهاش قدره انها تهمل اصلا. لو في ايزنمنجا سندروم، لو في بلموناري هايبر تنشن، لو في مارفان سندروم، لو في اورتيك ستيروزيس، لو في اورتيك روت دايليتيشن. هو قال لك بالظبط كده في الجايد لاينز كاتبه، لو انت عندك اورتيك روت دايليتيشن اكتر من 4 سم، لو الايجكشن فراكشن بتاعت العيال دي اقل من 30%. كفايه القلب اقل من 30%. هو تكون ده بالظبط ده الليفل 2 اللي مكتوبين اللي بيقولوا هيبر تنشن رايز ميتر في 3 شهور. اورت كرو دايتيشن اكتر من 4 سم والايجكشن فراكشن اكتر من 30%. حصل معايا العيال دي مره. واحده جايه لي من بعيد، من بعيد من بلد بعيده خالص غير اللي انا فاتح فيه. احنا سمعنا عنك يا دكتور وبعدين جابت معاك. بص بقى انتظر حته مهله. قلت لها ماشي ركز خير. ده انا خلاص في التاسع وعايز اولد معاك. قلت لها مين؟ فيك اي مشكله؟ لا ده انا زي الفل مفيش اي حاجه اكيد. لا مفيش اي حاجه. الدنيا صفيعه كده صفيعه خالص تشوفها ولا بص عندها 15 سنه. مفيش بنت صغيره كده وصفيعه مفيش حتى ما عندهاش بطن وهي فول تيرم. تحس ما عندهاش صغيره خالص صغيره خالص تحس ان عندها 15 سنه بنت عيله صغيره. قلت له بص يا دكتور انا كنت باخد بس الامبرال عشان النهارده الطريق بتاعي كان بيزيد شويه. فقلت لها طب انت كنت عامله ايكو؟ ده زي الفل، ايكو تمام ومفيش اي مشاكل. قلت لها اعملي لي ايكو وخلاص هنعمل قيصره، انا عايز اعمل قيصره يا دكتور. قلت لها خلاص ماشي، بكره ان شاء الله راس وظبطت لها المستشفى راحت ايه على المستشفى. عملت الايكو لا نسيت اعملها دكتور. اخذت مستشفى حاجه اسمها. قلت لها بشوف الهارت ريت بتاعها، لا الهارت ريت بتاعها 40. 40 ادها اطروبين ب 42. قال انت عارف الحاله دي لو نمت هيحصل ايه؟ هيحصل هارت بلوك وهتموتش. تمام؟ بعد ما كانت لبسه تتجوز خلاص هتتفتح خلاص بتنورها وبتطلع. قلت يا دكتور انا مش عارف. تمام؟ كنت متفق معاه على حساب بقى تعبان بقى انا مش عارف. قلت له بص عايز تنبتي معايا خلاص ب 10000 جنيه في المستشفى. قلت له 10000 جنيه انت عيلي 2000 جنيه قلت له 10000 جنيه. تمام؟ ليه؟ العيال دي ممكن تموت منها في اي وقت. تموت منها الهارت ريت بتاعها دي ودي كومبنسيتد هارت ريت. تمام؟ اكتشفت بعد كده بقى بعدها باسبوعين ثلاثه ان واحد صاحبي هو اللي والدتها عادي خالص هو حصل لها اي حاجه. ونام خدت سباينال ونام وما حصلش لها اي حاجه. يعني مش كفايه كفايه يا دكتور تغلوا عليها كمان. العيال دي كانت ماشيه ازاي اصلا كده على رجليها؟ الله اعلم. بجد الله اعلم كانت ماشيه ازاي على رجليها. تمام؟ ونامت وصحيت ما حصلش نامت سباينال كمان مش جنرال. تمام؟ ما حصلهاش. انت كده هتقول للمنطقه. ايجيكشن فراكشن بتاعها، ايجيكشن فراكشن بتاعها بعد ما عملت لي ايكو بقى وجت، بعد ما قلت لها تعالي بقى عشان اعمل لي عملت ايجيكشن فراكشن كان 25. كفايه القلب السنسي. يعني مش قادر تتداول، مفيش قادر تتداول اصلا. مفيش قادر تتداول اصلا. يبقى الايجيكشن فراكشن اقل من 30% سكشن. بس سكشن ايه ده؟ سكشن ايه ده؟ ده ممكن عيله دي اصلا ايه؟ ابعد. فاجينا ولا سيكشن عرفنا النتيجه بتاع السيكشن عرفنا النتيجه بتاع الفاجينا. بس في الفاجينا الدليفري ده في شويه بريكوشنز. ايه البريكوشنز؟ دورنج البريجنسي وهي خلاص وهي داخله تولد لازم تقعدها في السيمي سيتنج بوزيشن. يديها ميه واكسجين. انرجيزك على قد ما تقدر. ما تحزقيش خالص يا ملاك خالص. بتتابع الفايبر داتا بتاعتها. فده دورنج الايه؟ بريجنسي سيمي سيتنج اكسجين انرجيزك فايتال داتا. بعد الدليفري خلاص اديها امبول لازكس. اديها امبول لازكس هارت فيلير اديها امبول لازكس بعد ما العيل بينزل اديها امبول لازكس على طول. وحاول على قد ما تقدر تقلل السكند ستيج بفور سيبس البنتوز لو انت هتولدها طبيعي خلاص المهم تقلل السكند ستيج. وانت دورنج البريجنسي حصل رشر من برين لازم تديها انتي بايوتيك.
بتديها امبسلين زائد جنتا مايسن. امبسلين 1 جرام وجنتا مايسن 1.5 مللي لكل كيلو. تمام؟ يبقى امبسلين وجنتا مايسن وتمشيها بعد الرابشر اوف الميمبرين بامبسلين 500 خلاص كل 6 ساعات. يبقى تاني لو حصل رابشر اوف الميمبرين دورنج بريجنسي امبسلين وجنتا مايسن وبعدها امبسلين خلاص 500 كل 6 ساعات. أبو لازم بعد الولادة وبعد الولادة خلاص اديها إيكوليكس على طول بس اوعى تدي ميسارجين اوعى تدي ميسارجين ميسارجين كونترا انديكيت في البري إكلامسيا والهارت ديزيز مش أصلا كونترا انديكيت لا لا بعد الولادة يبقى كونترا انديكيت في البري إكلامسيا تمام وفي الهارت ديزيز الهارت ديزيز بيزود الاوفر لود على الهارت تمام في البريك لمسه بيعلي الضغط يبقى كونترا انديكيت ان انا ادي خلاص ميسارجين في الهارت ديزيز وفي البريك لمسه يبقى انا هولدها امتى حسب الستيتش بتاعها هولدها ازاي فاجينال ولا سكشن بعد الولاده طبعا هينكرش اللاكتيشن عادي جدا ما فيش اي مشاكل وبديها اي وسيله مسمى الحمل لو العيانه مركبه صمام المركبه صمام دي لازم تمشي على ايه؟ على انتي كواجلنت لما لازم تمشي على انتي كواجلنت والله بس على حسب نوع الصمام خلي بالك يعني هو لو هو تيشو بتاع ناتشرال مش هندي انتي كواجلنت ولا حاجه ولو هو سنسيتك لازم ادي انتي كواجلنت طب هتدي انتي كواجلنت ايه؟ هل هتدي هيبرين ولا تدي وارفارين؟ تريبان أول ثلاث شهور ادي هيبارين لغاية 36 أسبوع بعد كده تشفت الهيبارين لغاية قبل الدليفري وتوقف الهيبارين بعد الدليفري وتبتدي الهيبارين زائد الهور انتي كوابلنت بعد الدليفري ست ساعات وترجع توقف الهيبارين بعد اسبوع يبقى من اول لغايه اول ثلاث شهور هيبارين بعد كده لغايه 36 اسبوع اللي هو الماريفان اللي موجود في السوق ماريفان تمام بعد كده من 36 لغايه قبل الدليفر على طول قبل يوم الدليفر بيوم تمام هيبارين بعد كده توقف الهيبارين ولدت الحمد لله بالسلامه بعدها بست ساعات تدي هيبارين وورال انتي كوجولنت بعدها باسبوع وقف الهيبارين وكمل على الورال انتي كوجولنت طب اشمعنى؟ لان الورال انتي كوجولنت بيشتغل بعد خلال ثلاث ايام بيوصل مثلا ثلاث ايام وبيبتدي بقى يشتغل فعليا بعد اسبوع بعد ست ايام بالظبط تمام يبقى انت بتدي هيبارين وارفرين هيبارين تاني خلاص ليه بعمل كده اصلا يعني ليه بعمل كده اصلا انت بتتكلم عن ده بيعمل كده عشان كده بندوس على عشان كده احنا بنبعد عنه رغم ان الكلام الجديد بيقول لو انت اديت ماريفان اقل من 5 مللي اللي هو الوارفارين اقل من 5 مللي مفيش اي مشكله دلوقتي من بدايه البريجنسي عادي جدا ولو عايز تدي هيبرين او انسان طول الحمل مفيش اي مشكله خالص ايه الفرق بين الهيبرين والاورال انتي كوايبرين؟ الهيبرين ده بيتاخد انت وفينا تمام او سب كوتينيوس شو ده هاي مولوكولار ويت ده هاي مولوكولار ويت ده بيتاخد اورال ده انتي ثرومبين ده انتي فيتامين كي ده بتابعه بالفي دي تي ده بتابعه بالفي دي الانتي دوت بتاعه تمام هنا الجلوتامين صفيت هنا الانتي دوت بتاعه عشان هو انتي فيتامين كي فيتامين كي او فريش فلوز البلازما كومبليكيشن بتاعت الهيبرين بيعمل ثرومبوسايتوبينيا بيعمل بليدنج بيعمل اوستيوبروزس الاورال انتي كوجلانت
بيعمل ثرومبوسيتوبينيا وبتعمل امبريوباسي وارفارين خلاص سندروم، بيعمل بيزود الانسه بتاع المسكاريج، بيعمل اوبتيك نيورايتس، بيعمل اوبوسكلروزس خلاص. كل كومبليت انترفنشن بيعملها الوارفارين لو اتاخد خلاص في الفيرست ترايمستر. لو اتاخد الوارفارين اقل من خمسه مفيش اي مشكله، اما ريفان لو اتاخد اقل من خمسه مفيش اي مشكله خالص. يبقى لما تبان لو تاخد اقل من 5 مللي مفيش اي مشكله منه خالص. تمام؟ ده الكارديك ديزيز اوف بريجنسي، موضوع مهم جدا في الديزيز. حرام والله. انا مش عارف. مش عارف. انا بقول لك تعالى اقعد معانا في المدينه. تعالى قد ايه؟ تعالى اقعد معانا في المدينه. هو لسه 5 دقايق. اول ما البطاريه عندي تخلص. هو مجنن دي في دي من القعده والله. دي دي غير الشلل. بس يا دكتور احنا تقريبا 24 ساعه ده لو الدرس ما خدناهوش احسن من احنا مش هنكمل. يا عم انت انت خليك نمشي شويه بره وارجع شويه. الساعه كام اصلا؟ خرج يا حبيبي راح فين؟ عايزين نقول بس